نعم. شو صار الخيار؟ والله أنا من كنت صغير بهاي المهنة، عن والدي أخذتها الله يرحمه واستمريت بها من أيام النظام السابق ومرت علينا كل هاي الظروف. خياطين المعروفين الساقين ذكرهم؟ أي ذكرهم والله، اللي كانوا قديمين بشارع حلب مثلا، حازم أبو صبا، يعني ما تحضرني اسمهم بصراحة لأن كنت صغير أنا بوقتها، بس كان شارع حلب بوقتها يعني مركز تجاري يعني. وهسه بالمناسبة نتمنى أنه يرجع يعني الخياطين اللي كانوا به، لأن يسوي حركة يعني. سدواسة رجعت، شارع حلب ما بي شيء يعني، أنا رحت عليه ما بي شيء، المحلات موجودة، الكهرباء يشتغلون. خياطة والله دشداشة، تقريمات وبنطرون قميص أي شيء. جاي فصل دشداشة يمه، يعني الدشداشة بالفصال تكون أضبط من ما تجي تأخذها، يعني ما تعرف القياسات الجاهزة، فمن تجي تفصل تجي تطلع على قياسك. وبعدين أكو أخمشة، أكو استيراد يعني، من فتحت الاستيراد موجود بالنسبة للأخمشة الموجودة، فالخياط قاعد يجي بس بمناسبة العيد السعيد إن شاء الله. فالدشداشات يكون الفصال مالها يعني أضبط مما ما يكون يأخذه جاهز، لأن القياسات مثل ما قلت لك القياسات يعني تيجي ما مضبوطة، فلازم تكون طويلة أو تكون عريضة أو تكون كذا. فنوعية القماش يكون يعني القماش اللي يجيبه خوش نوعية، يعني هو كله صيني يعني، بس شنو من الدرجة الأولى يعني يجيبون. الأغلبية يفصل ويشتري جاهز؟ والله يعني الأغلبية يجي يفصل حتى تطلع عليه، لأن هذا راح يشتريها مبلغ، فيجي هم راح يدفع عليها، فتطلع التكلفة عليه أزيد من ما، بإضافة إلى القياسات اللي تيجي القياسات، فما يعني ما تيجي مضبوطة عليه. ايش انت شغل الخياطين؟ مديح ان شاء الله، مديح ان شاء الله. اكو اصدقاء عند اخ بال يعني على الخياطة الاكثر، ايش يجي يفصل والله اكو ناس تفصل ترى بتفصيل، اكو ناس تشتري جاهز. زين، ايه هو الافضل، الفصال ولا الجاهز؟ فصال. تجي القياس مضبوط، خياطة القياسات مضبوطة، تجي قياساتها مضبوطة.